ربنا عظيم، ده دجالين مجارمة شيوخ الطرق دي، ربنا عظيم جدا يا أخي. ربنا عز وجل قال وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه وسع أوسع وأكبر وأعظم من السماوات والأرض، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر، وده الحديث الصحيح الوحيد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الكرسي، كما قال الألباني رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. السماوات العظيمة شايفة دي السبعة كلها والأراضين دي كلها في جانب الكرسي لله عز وجل، كل السماوات والأراضين السبعة زي الحلقة الأسورة المجدوعة في صحراء بتشاف دي، نسبة السماوات والأرض للكرسي لله سبحانه وتعالى. قال وفضل العرش، والعرش كمان أكبر من الكرسي، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات من الأرض على تلك الحلقة. ده كلام ما تستطيع أبدا تحيط به، كله كده عظمة الله سبحانه وتعالى ما تستطيع. بعد ده يخلوا ربنا العظيم وهو العلي العظيم ويمشوا لناس مجارمة يا أخي، ناس مجارمة، زول يقول لك أنا بديك الرزق وبكتب لك حجاب رزق، لكن الحجاب ده ب 500 عشان أنت ولد عمي ب 450. طيب كيف يكون حجاب رزق؟ لو كان حجاب رزق كان الفقير أكل وعديل مش لبسه، كان بلعه وبقى هو غنيان مليونير، صحيح ولا ما صحيح؟ فكيف يديك له ويشيل منك 450 محتاج لرزق الفقير ويغشك يقول لك ده حجاب رزق، والناس برضه مصدقين إلا من رحم ربك. غالب الناس مصدقين، بيبيعوا في الجوامع وده في سوق ليبيا في مساجد تحت المجار مديل، مشيت لقيتهم فرشين الحجابات جوا الجامع. ترى يا أخي اتقي الله، ده شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك، تميمة هي الحجاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، خربوني جوا الجامع، لأنه ده هم شايفين حسب ظنهم الفاسد إنه بيقطع لهم رزقهم، والرزق على الله سبحانه وتعالى. إذا سعى الإنسان في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وابتغى الحلال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق في أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى، العزى قالوا كانت شجرة من ثمر ثلاثة شجرات وجنبها في بيت في بنية غرفة قبة قبة عديل جنب الثلاثة شجرات دي. شوف التاريخ بتاع زمان يقول حاصل الليلة ذات يا نفسه وحق شرك الليلة أكعب، شفت الشرك الحاصل الليلة أكعب من الشرك الأول ذاته. دي العزة وهي أعظم صنم ووثن كانت تعبده قبيلة قريش، عشان كده أبو سفيان قال بعد غزوة أحد افتخر، قال دار افتخر على الصحابة، قال لهم لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. عشان كده الأبنية والقبب والأوثان دي والقبور هي عكس دين التوحيد لله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما أبو سفيان لما كان مشركا افتخر بهذه البنية والقبة طوال، النبي قال لهم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، لأنه ما بتلموا تعبد الله وتعبد لك قبة قبر شيخ ضريح بتاع شيخ، العبادتين دي ما بتتلمى، ده شرك بيدخلك جهنم خالدا مخلدا فيها وممنوع تدخل الجنة. إذا أشركت دعت لك قبة اتبركت لك بقبر شلت لك تراب من بنية، ربنا سبحانه وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالعزة
لما النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، رسله قال لي أمشي أهدم صنم العزة، وده في وجوب إزالة معالم الشرك، لكن البزيلة الحاكم والحكومة، ما في شاب يتهور زي ما بيعملوا جماعة السرورية يقوم طوال يمشي يكسر له قبة، بكرة الجماعة الصوفية كسروا له جامع، ده ما بجوز ودي مفسدة أعظم، فزول يكون فاهم. المهم فأرسل خالد، فذهب خالد فقطع الشجرات الثلاثة، قطع كلها وهدم البنية، بنية زي القبة الليلة كسرها، وكان في حيران قاعدين بيسموهم السدنة، لا يا جماعة الآن مفلفلين شعرهم في حمد النيل وفي غيره، هم ديل ذاتهم، هم ديل ذاتهم، شفت كيف؟ فقاموا ديك طلعوا الجبل فوق، بقى يعانوا من الجبل، راجين إنه خالد من وليد تقع عليه شنو؟ صاقعة ولا تحيل عليه اللعنة، نفس الموضوع، يقول لك والله تتكلم في الشيخ في صاقعة بتقع، نفس الموضوع ده هو الموضوع ده، عشان كده الآيات النزلت قبيل في ديك تشمل ديل وديك، نحن بنجيبها، ده الموضوع كله. المهم فكسر البنية وقطع الشجرات، ورجع خالد بن الوليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لم تقطعها أو كما قال. فرجع خالد بن الوليد لقى مرة عريانة وفك شعره واقفة في نص المحل البنية اللي كسروها والشجرات دي، فقطعها خالد بن الوليد بالسيف، قطع نص، ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال تلك العزة هدمت أو قطعت. الشيطان دي شيطان ده هو الشغل ذات، عشان كده الليلة بتقرأ في جريدة الدار وفي جرائد كثيرة جدا يقول لك في قبة الشيخ فلان طلع موية، صح ولا ما صح؟ أو دخلوا ناس والشيخ يتكلم معهم من جوا القبر، أو ظهرت صورة الشيخ في الجو في الحيطة، وقد رصدت جريدة الدار بالكاميرا زوم هذه الصورة للشيخ في الحيطة اليمنى، وطرنا إلى مكان الحدث ويجيبوا لك حوار مع الحوار في الجريدة، أها أبوك الشيخ ولا أبو الشيخ مما دخل هنا يوم بيطلع عشان أبوه كراعه، الكلام ده قد يحصل، لكن ده شنو؟ طوالي تتذكر قصة شنو؟ العزة في مرة قاعدة جوا بتكورك، يجوا الجماعة تقول لهم يقول أبوي الشيخ يتكلم، شيطان قاعد جوا هنا، فما أنت ما تنكر طوالي تقول لهم ما حصل زي ما وضع الدجال، لا قد يحصل، لكن ده شنو يا جماعة؟ ده شيطان، ده إبليس. ليه إبليس؟ لأنه إبليس قبل وعد، قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وقال فبعزتك لأغوينهم، أضللهم كلهم، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإدريس بالبيت جوا القبر، جوا القبر ويكورك، وأحيانا يكون ما إبليس، يكون واحد من الحيران ذاتهم المجارمة، أول ما يجوا النسوان يقربا الحوار الثاني يكلموا، يقول له جو جماعة يدخلوا جوا تحت المشمع الأخضر القاعد في قبر الشيخ، أول ما المرة تمد يدها يجرها من جوا، يطلعوا الإشاعات، يقول أبو الشيخ جر المرة، بدل ما يقول أبو الشيخ قال الأدب جر المرة، يقولوا لا جراه عمل لها بركة، يحاول يعمل لها يلخبطوها، يلخبطوا الشغلة ولولوها، جراه عمل بركة ويطلقوا الإشاعات، القبة بدل ما كان بيجيها في الشهر 2000 عاطل يبقوا 200000، كريم التش الكومسنجية في المواصلات، كريم التش كريم التش كريم التش، يركبوا الناس يتشتشوهم يعوقوهم ويكتلوهم باسم المحبة والصلاح، وانه ابوي الشيخ حلم انه حبوبة جيت ام جيت حبوبة خال امه قالت له انه في بيان هنا، والناس ماشية والعميان شايل المكسر والمكسر عابص العميان والناس ماشية والبلد ضايعة، عيش ما في، الشرك الشرك ده السبب، بنزين غالي الشرك، جاز فيه صفوف الشرك،
الخريف كسر البيوت الشرك. ربنا قال الكلام ده، لكن 200 الناس اتعظوا. ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. اسمعوا يا ناس، ولقد أهلكنا القرون، أجيال، ما قرن واحد جيل واحد، القرون يعني الأجيال، أجيال كثيرة. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. السبب يا ربنا لما ظلموا، لما أشركوا، لأن ربنا سمى الشرك في القرآن ظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، لما أشركوا وعبدوا الشيوخ وبنوا القبب، قبب بتقع، قبة وقعت في الحلفاية، شيخ الناس بيعبدوا، بعض الناس بيعبدوا وبيعتقدوا إنه بيدي الجنة وبينزل المطر وبيعلم الغيب وبيجيب الرايحة، وهو ميت في القبر، دفنوا براهم وبنوا له قبة براهم، ما قدر يثبت القبة حقت روحه، يبقى يثبت منك العارض كيف؟ ما قدر يثبت الطوب وقع فوق راس الشيخ، يبقى يديك الجنة كيف؟ أو يديك الرزق كيف؟ وقبة بتاعت الأبيض ربنا رسل لها هبوب اتفرتقت طوبة طوبة، بدل ما يقولوا آمنا وحدنا وتركنا الشرك قالوا لا. قالوا الشيخ ده أصلا شاف الفساد الحاصل في البلاد وقد سنبك بيتحد، مشى قال رحل إلى مكة المكرمة وأدى القبة شلوت وقعها، والناس برضو بتصدق، برضو بتصدق. عشان كده ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. القرآن ده واضح ولا ما واضح؟ بين. ربنا قال والذين يدعون من دون الله، الشيوخ والقبب والأولياء وغيرهم، دون الله ولا الله؟ دون الله. يهود آية بتقصدهم، من دون الله، الله قال لا يخلقون شيئا، يبقى يدوك الجنة كيف؟ الله قال وهم يخلقون. أها، ما اقتنعت بالكلام ده كله؟ ربنا قال أموات، زول بيموت يبقى يديك جنة حي كيف؟ هو بموت. والفقراء دول كلهم ماتوا، ماتوا ولا ما ماتوا؟ الغريب إنه اللي بينادوهم الناس الليلة من الشيوخ، شيوخ الطرق دي، وبيستغيثوا بهم من دون الله، وخاتنهم قلوبهم مع الله واحد وحدين، خاتنهم أعظم من الله، لأنه بيجيبوه عند القاضي بيقول له احلف بالله إنك ما سرقت التيس، بيحلف بالله 50 مرة وهو كذاب. لكن لو قال له احلف بشيخك يقول لك الله بمهل، لكن شيخي بينجم، ما يحلف بشيخه وهو كذاب، فعنده شيخه اعظم من الله، اعظم من الله. اها، ربنا قال اموات غير احياء، الشيوخ ديل ذاتهم اللي بيحلفوا بهم وبيتوكلوا عليهم بخلوا الله، وبيدعوهم وبيستغيثوا بهم وبيخلوا الله، وبيطلبوا منهم الجنة والولد والمطر وما بيطلبوا من الله. الشيوخ ديل كلهم ماتوا، كلهم ماتوا. دي برامة آية، ما عبرة، ما علامة إنك تترك هؤلاء الضعاف. ربنا قال عنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.